ما معقول العالم يلي عايشين فيه اليوم قدي بخلينا نضل نقزنين. ما في شي بتمن حولنا، ما بقى عنا كنترول على ولا شي، لدرجة انه حتى الاشياء اللي بنملكها بطلت تحت سيطرتنا. ما منعرف شو ناطرنا، او حتى شو معقول مستقبلنا يكون، او شو رح نصير بهالمستقبل. اذا منفكر فيها مزبوط، يمكن الشغلة الوحيدة المضمونة ويلي معنا اياها اليوم وفينا نحافظ عليها هي صحتنا وجسمنا. وعينا اكثر لاهميتهم من ورا فيروس زربنا مع حالنا وذكرنا انه الشغلة الوحيدة يلي عنا فول كنترول عليها هي طريقة اكلنا، لانه اليوم we are what we eat. والشغلة الوحيدة الغالية ملكنا لأبد الحياة هي جسمنا، أأمن وسيلة تنقل بسنة 2020 الغامضة. من زمان كانوا يقولوا الزواج مثل البطيخة، اليوم صارت حياتنا مثل هالبطيخة. Welcome to my kitchen. أنا هون اليوم تساعدكم خلال هالفترة الصعبة القطعين فيها كل بلدان العالم، تنقدر نركز أكثر على صحتنا ونرتكز أكثر على الطبخ من مطبخنا باستخدام مواد طبيعية 100%. بعد ما تكونوا مارستوا التمارين الرياضية من عبكرة، دايما بتتسألوا لازم ناخد extra proteins، شو لازم ناخد، لازم نضيف بروتين على كباية الحليب؟ لا، الدراسات أثبتت أنه أفضل مشروب رح يكون عم بعود خسارة هالبروتينات خلال الركضة تبعكم من عبكرة أما السبار يلي عملتوه من عبكرة، هو هالكباية من الحليب يلي بتزيدولها ملعقة صغيرة من العسل. مع بعض بيكونوا عم بيسددوا كل الفراغات يلي صارت بجسمكم من وراء الانرجي يلي خسرتوها خلال الرياضة يلي عملتوها. رح نبلش أول شي بأهم وجبة بالنهار يلي هي ترويقة. ترويقة رح تساعدنا أنه يكون عنا النشاط الحيوية ونقدر نركز ونشتغل مزبوط خلال كل النهار، وكمان رح تساعدنا تنحافظ على وزننا ونكون عم نحرق سعرات حرارية بطريقة مزبوطة. رح نكون عم نحضر أفوكا محشية بالحنطة السوداء أما البكويت مع اللبنة مع الفستق السوداني المكسر معه مع بندورة يلي جبتها من الجنينة يلي هي عضوية مع النعنع ومع البقلة. الأفوكا هو نوع فواكه منه خضرة، وهو من أكثر أنواع الفواكه يلي فيهم أعلى نسبة من البروتينات. الأفوكا بيحتوي على 20 عنصر غذائي أساسي، من بيناتهم عنا الفيتامين C، عنا الفيتامين E، فيتامين A، بوتاسيوم، مغنيسيوم، الحديد، كلهم يلي كمان رح يشتغلوا كمضادات للأكسدة يقووا المناعة تبعنا. الحمضة السوداء أما البكويت هن من أصناف الجرينز يلي خاليين من الجلوتين، ويلي كمان رح يكون فيهم نسبة بروتينات، فيتامينات من الفيتامينز B1، B2، B3 and 6. اللبنة أكيد منعرف أنه بتحتوي على الكالسيوم وعلى البروتينات كمان بما أنها من مشتقات الحليب، بس لازم تعرفوا شغلة، بتكون 8 ملاعق لبنة كبار تيساووا كمية الكالسيوم الموجودة بكباية من الحليب. الكالسيوم أكيد رح يلعب دور كتير أساسي وكتير مهم، رح يساعدنا على حرق الدهون بطريقة كتير طبيعية، وكباية الحليب من عبكرة رح تشبعنا وتقيتنا لفترة أطول بكتير. البيناتس عندهم أعلى degree of satiety، يعني لما تاكلوا بيناتس على وجبة الترويقة رح تقيتكن هالوجبة لفترة أطول بكتير. ورح نكون عم نزيد البقلة يلي قطفتها من الجنينة، البقلة يلي هي كتير غنية بالأوميغا 3 ويلي فيها أعلى نسبة فيتامين A لما نقارنها لغير أصناف من الخضروات الخضراء. تغمزني وبشفنا العين خطر موشة وكف قلبي. مواضيع كتيرة عبالي خبركن عنها، اليوم رح كون عم بركز على موضوع دارج هلا بما انه بعدنا طالعين من الconfinement period. منتسأل COVID-19 patients بعد ما يصحوا على شو لازم يرتكزوا اكتر شي،
هل في فرق بنظامهم الغذائي بميزهم عن نظامنا الغذائي؟ الجواب هو نعم. هالأشخاص صار معهم خسارة بالعضل، الكتلة العضلية تبعهم خفت، فمشان هيك تعودوا عن هالخسارة لازم يكون عم يرتكزوا على مرتين أكثر intake of proteins، أما يزيدوا تناول أصناف المأكولات الغنية بالبروتينات يكونوا عم بيرتكزوا عليها بنظامهم الغذائي بعد ما يكونوا طلعوا من المستشفى. فأول شغلة هي البروتينز، تاني شغلة هي الفيتامين دي، وتالت شغلة هي أنه يكون عندهم نظام غذائي سليم ومتوازن، يعني يكونوا عم بيأكلوا good quality diet. الدراسات يلي انعملت بيّنت أنه كل الأشخاص اللي كانوا يرتكزوا على المأكولات المصنعة، على الفاست فود، على كل الأشياء اللي منها طبيعية، كل هالأشخاص رح يكون عندهم جهاز مناعة ضعيف، أما a very low immunity system، وهالجهاز المناعة الضعيف رح يكون عم بيجذب الفيروسات وعم بيعرض هالشخص تيصير معه infections، تيمرض، تيفوت على المستشفى، تياخد علاج، تيطلع يرجع يطلع من المستشفى. كتير مهم نكون بحياتنا دايما عم نرتكز على تناول مأكولات سليمة صحية وطبيعية 100%. ونقطة تانية كتير مهمة دايما نذكر عنها وذكرتكن عنها بأول الفيديو، قد ايه مهم نكون عم نمارس التمارين الرياضية. دراسات كمان بينت يلي كان عم بمارس دايما تمارين رياضية ما وقف بحياته لسبب معين، لما جهاز المناعة تبعه ضعف شوي لأنه بمارس تمارين رياضية هذا الشيء ساعده أنه يتخطى المرض بوقت أسرع بكتير، أما ما يمرض وما يكون عنده كل السيمتومز تبع هالمرض المعين. كتير مهم نرتكز نرجع على التمارين الرياضية وتنقدر نرجع نوقف على إجرينا، خصوصة إذا صار معنا COVID-19 بدنا نكون عم نفوكس على البروتينات وعلى الgood sources of proteins. خلال فترة الconfinement period أما اللوكداون، COVID-19 غير كتير من حاسة التذوق عند كتار من الأشخاص. تنقدر نرجع هالقبلية، نرجع هالحاسة، قررت اليوم ركز على طبق كلنا منحبه، لأنه اليوم food is all about memories as well. لما نتذكر هالأطباق يلي كانت تتحضر رح نرجع نحس بالفرح ونشركها مع العيلة، تنكون عم نرجع نكسر social distancing، نقعد كلنا على طاولة واحدة خلال فترة الديكونفاينمنت. طبقنا لليوم هو البيف تندرلوين، كلنا منحب التندرلوين. رح نكون عم نقدم التندرلوين بطريقة صحية، رح يكون عنا كذا نوع من الخضروات، اللحمة اللي هي أغنى source of proteins وأفضل source of proteins رح نكون عم نرتكز عليها خلال هيدي الفترة. تندرلوين هي قطرة شقفة معقول نلاقيها بالعجل، نعرفها باسم بيف تندر ستيك، أما شاتو بريان فيلي دو بوف، أما فيلي مينيون، أما فيلي ستيك، أما تندر ستيك، كلنا منحبها. وكتير مهم نتذكر أنه العجل فيه محلين تندرلوين. ليش؟ لأنه بهول المحلين العجل ما بيتحرك كتير، بتضل اللحمة طرية، هول هن خصائصها، خصائص التندرلوين هي طراوتها. هي مصنفة من وزارة الزراعة الأمريكية للإطمئنان عن سلامتها الصحية والغذائية، ولما نشوفها ماربلد هذا الشيء مفروض يطمننا. ما لازم نخاف من التكوين الرخامة، لأنه هالخيوط الدهنية اللي منشوفها هي اللي رح تعطي طراوة، رح تعطي جوسينس، وهي كمان هالتكوين الرخامة رح يكون عم يجي من وراء العلف يلي عم نعطيه للعجل. أول شغلة بدنا نعملها لما نجيب التندرلوين بدنا نشيل أني فاتي أما سيلفر سكن معقول نشوفها مثل ما عم نشوف هون، منزيد لها ملح ومنحطها بالبراد لفترة 24 ساعة. بعد هال 24 ساعة رح نرجع ناخد الشقفة رح نعمل لها براونينج بالمقلة. It's not warm when she's away. Oh, when the sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Every time she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay.
A little sunshine, where she's gone, and she's always gone too long. Every time, yeah, she goes away. Hey, كل شو معودين نحضرها مع مايونيز. بعد ما هرمت الملفوفة رح كون عم ضفلها دريسنج كتير طيب فاتي، بس هون رح يكون عنا دهون غير مشبعة، رح كون عم بستعمل الطحينة. بيبي كاروتس رح يكونوا كتير غنيين بالكاروتين بالفيتامينات، بدنا نسلقهم ونحطهم على جنب. طريقة تحضير البروكولي كتير هينة، نحنا ما بدنا نسلقها كتير تما تصير صاجي، بدنا نكون عم نحضرها بالمقلة مع زيت زيتون ملح وبهار. رح نكون عم نعمل بيوري القرنبيط، بدنا نسلق القرنبيط بعد ما نكون سلقناه، بنحطه بالفود بروسيسور، بنخلطه مع كمية كتير صغيرة من الكوكونات ميلك أما الألمند ميلك، ومنضفله ملح بهار. وفينا هون إذا عنا بالبيت ترافل أويل أما بورتشيني أويل، لوبيا كتير بتغذي فيها كمية كتير مرتفعة من الفيتامينات من المعادن ومن الألياف كمان. رح كون عم ضيف لللوبيا المسلوقة هيزل نوت أويل أما زيت البندق مع برش البرتقال تشيز سبينتش دوب. بس ما نكون عم نحضرها بالطريقة التقليدية مع سعرات حرارية كتير مرتفعة، رح نكون عم نستعمل السبانخ بعد ما يكونوا انسلقوا، رح نكون عم نزيد لقلهم اللبنة، بهار أسود، رشة ملح، والجبنة البارميزان أما المانشيغو يلي برشناها مع زيت زيتون، بدنا نخلطهم كلهم مع بعض. وفينا نقدمهم على الطاولة مع ساوردو بريد مقطعين بهالطريقة، أما فينا نكون عم نستخدم هول ويت كراكرز. American beef عمل لحوم الأمريكية special cut التندرلوين، هو من أفضل الكاتس عندي، مش بس من وراء طراوته بس كمان من وراء طعمته يلي عن جد لما ندوقها منحس قدي 100% طبيعية، وقدي بالفعل لما نكون عم ناخد هال 3 ounces of meat منكون عم نحصل على كمية كتير مرتفعة من البروتينات بنسبة سعرات حرارية أقل، إذا بنعمل مقارنة لغير أصناف تحتوي على كمية بروتينات مرتفعة بس رح يكون فيها سعرات حرارية مرتفعة أكثر بكتير. هول هن الميزات تبع هاللحمة، أما البنفيتس تبع تناول هيدي اللحمة. إذا بناخد تقريبا 100 جرام من التندرلوين، بهال 100 جرام رح يكون عنا 10 عناصر غذائية أساسية رح تساعدنا بنظامنا الغذائي السليم والمتوازن، إنه نكون عم نحصل على البروتينات أول شيء 25 جرام رح يساعدونا إنه يكون عنا كتلة عضلية نقدر نحافظ عليها أما نبني كتلة عضلية إضافية، أكيد رح يساعدونا بكذا شغلة بجسمنا كمان إنه نحارب ويكون عنا إميونيتي أقوى بكتير. وأهم شغلة لازم دايماً نتذكرها، الكواليتي اوف بروتينز اللي بنحصل عليها من اللحوم هي it's a very high quality of proteins، ما فينا نقارنها بنوعية البروتينات الموجودة بالخضرة أما الموجودة بالأصناف النباتية. البروتينات الموجودة باللحوم الأمريكية رح تكون أفضل نوعية بروتينات معقول نحصل عليها بنظامنا الغذائي. I'm actually enjoying it. بلا ما حط معها شي ولا ماسترد ولا صوص، so it's really good. Simple. كتير طيبة. بين الترويقة والغدا، بين الغدا والعشاء، في شغلتين مهمين لازم نعملهم. ناخد أول سناك وناخد تاني سناك. أول سناك بين الترويقة والغداء لازم يكون حصتين من الفواكه. حصة من الكرز هي 12 حبة من الكرز. حصة من المشمش هن 4 حبات مشمش medium sized. حصة من الخوخ هن خوختين كبار. وحصة من البطيخ هي كوب وربع من مكعبات البطيخ بعد ما نكون قصيناهن وشفناهن بالمجرين كوب.
الفواكه كتير غنية بالفيتامينات بالمعادن بالألياف وهي كتير غنية بمضادات الأكسدة. أما الأنتي أوكسيدنتس يلي رح تقوي جهاز المناعة تبعنا وتساعدنا نحارب جميع الأمراض يلي معقول نكون معرضين لها من فيروسات أو غيرها. كسناك بعد الظهر إذا نسينا ناخد أصناف من الفواكه قبل الظهر فينا نلحق حالنا نكون عم ناخد تفاحة مع 10 حبات من اللوز، أما فينا بس نكون عم ناخد 23 حبة من اللوز كأفترنون سناك. اللوز كمان فيه كمية كتير مرتفعة من البروتيين ومن الكالسيوم. فينا ناخد 15 حبة من الإدامامي مع نجاسة، أما نجاستين صغار. فينا ناخد 10 تشيري توميتوز مع 30 جرام من الجبنة اللي كمان فيها كالسيوم فيها بروتينز. أما فينا نكون عم ناخد برتقانة مع 30 حبة من فستق الحلبة. إذا ما بدنا البرتقانة وأخذنا حصص الفواكه قبل الظهر فينا نكون بس عم نرتكيز على 49 حبة من الفستق الحلبي. ما تتضحكوا إيه بتكون تقعدوا تعدون لأنه أنتوا عم بتعدون أكتشلي بتبلش قبليتكم تخف شوي شوي وما بتاكلوا بكمية أكبر من هيك. فينا كمان نكون عم نرتكيز على الخيار مع بيضة مسلوقة، وإخي شي عنا كيوي مع 30 جرام من الشوكولا المر. وقت العشاء بعد ما نكون عم نركز على الخبز فينا نكون عم نحضر شيء نخبزه بالفرن نقصه بشكل شبيه للباندومي، هو كيك الفاصوليا. Working at Photoshop, you know that shit ain't clear. Come on and make it stop. If you got beauty, beauty, let's rip them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. And my mama, she told me to worry about your size. Ooh. She says, boys like a letter, my booty to hold at night. You know I won't be no stick figures, I like. I'm all about a bass, no trouble. I'm all about a bass.